السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذين يدعون في دعائهم يا رسول الله يستدلون بالدليل على جواز ذلك بما في حديث التحيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فما الرد على ذلك؟ هذا ليس دعاء، السلام عليك أيها النبي، هذا ليس دعاء، إنما هو تسليم عليه، تستحضره بذهنك وتقول أيها النبي، استحضار له في الذهن وهو مخاطبة وتسليم فقط. الدعاء أن تقول: يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله أعطني كذا من الحوائج، هذا هو الدعاء. يا رسول الله اغفر لي، يطلبون منه المغفرة، ينسون الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله أعتذر إليك مما صنعت، لماذا لم يعتذر من الله ويستغفر الله عز وجل؟ فهذا الشرك والعياذ بالله، في فصل بين هذا وهذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.